فين نمشيو كاملين؟ ما بقى فيا غير الحاج تا كيقول صطاب راسو مع شي مرا وكيدي مول الامانه امانته. ويبقى فيك راسك هذاك الا مات وحده وغدر يجيبوا له 10. ما راه ما عليها ما بها مات ما بين نهار وليله وزحها في العمى غدا ولا بعدو يتزوج بالمخيره في القبيله. يا مالو الرجل واقف على ركيزة صحيحة ها ريكاردو ها القيد ولكن صياد النعام يلقاها ها يلقاها.
لالا شوفي على ديك الباتول ما تتحشم ما تتسحيا وصلك ضحكالك حتى باين ليها سنان وشوف حيوق العيالات هذاك راه غير النفاق ياك غير البرح ويا قاسه كتبكي بحال تقولي ما تتليها اختها والله ينعل لي ما يحشم وانا لما خفت نكذب ديك الموت ماشي موت تاع الله الله لالا ما تكون غير ديك القرطيطه ديك النفعه تاعت بنتها انا اللي عارفها ما غاديش توريوني فيها وما نعلو الشيطان وبركه من نمي مع الصباح انا بعدا ما قد على ذنوب حد انا سمعت هضره اخرى ولاد الحاج هما السبب من نهار ما تتمهم حلفوا حلفه كبيره عمر شي وحده لا عتبت بدارهم يا ودي الله يهديكم اش عندهم كاع ما يديروا كل فيهم الخير كاع ما يخلوا الخدامه وبنتها يتصرفوا في رزق باهم ارى الباتول هذيك وجرك على الله العيالات القادات كتنتقم من الحج بلا ما يفيق بها انا نسيت واش دوز عليها الله يعاونكم العيالات الله يسلمك الله يسلمك حبيبتي بارك الله عليكم اخويتي ما عرفت عين في المعقول نيت سنوي على خديك هو عينك مزانك لمحي لي ديري كيف المشا الى زاق خبشي وجدوا راسكم وصمروا على دراعكم حمروا الحواله مزيان باش تحمروا لي وجهي مع السنيور ريكاردو كتسمعوا وكتروا الكسكسو كتروا فيه الخضاري والمسمن مسمن الحار السنيور ريكاردو كيف غير مسمن مسمن الحار يلا خديت غير شي غرض وانا جيت شي غرض قول لي سي الحاج ولد فاطمه قلت ليه زرد اليوم لا ولد فاطمه ما كيحملوش السينيور ريكاردو مسميه الموسخ ما عرفش علاش كيحملوش بلاتي غير بلاتي هاك شد وانا هاك هانت هاك شد مزيان تبارك الله ايوا عطيهم على كلشي وخلينا بلاش وسيروا يلا يلا طرقوا علي وجهكم تاكلوا فيه الرعاج ان شاء الله واش انت غتلقاي نهار كامل لاصقه لي حدا هذا الفران يلا تلقي راسك راه مازال تابعك الصابون Allez, on va faire la pièce, allez.
هولا الخير. سيور ريكاردو، كيف دا السيادة سيور؟ كاين شي حجل؟ لا والو والو والو، حتى حجلة ما كاينة. لا لا لا، تفضل سيور تفضل. اويه الناس كلشي يتكلم عليك، زوج مرات المرا ديالك يموت. قدر يا سي، ماشي انا ولكن الله هو اللي كتب عليهم يموتوا. اتنسيون تي ديغو اونا كوسا، يدير زيكزاك يا نو تي كونوسكو. بوين دوزو معقول يسمع باللي ولاد عبد السلام يكون فيهم شويه تخرشيش، انتونتس يبغي يعرف هادشي فين يكون، ما من يكون يبغي يعرف كلشي. كون هاني سينيور ريكاردو، ولد عبد السلام هو معانا بحالي بحال ولادو، داكشي اللي عملو بلا خبر، ولكن هو وعدني عبد السلام قال لي غادي يجيب ولادو مكتفين حتى لبين يديك ودير بهم ما بغيت. يا سيور ريكاردو غراسياس بور تودو. ودي نادا سيور ريكاردو، دي نادا. سول الباتول اشخاص وطلع للسوق. محمد، وين محمد؟ انت فين؟ كان عند السي المكي ولد فاطمه وقال لهم يجوا عندي دابا. سمعت ياش قلت ولا ما قلتش؟ انت اللي هضر معاك جاوبني، انت فين؟ الله الله، افينكم؟ افينكم؟ عتقوني، انتم افينكم؟ ابدا تبعتي هذا الشيء. زيدي 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 صافي صافي. سير اسمك الله 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 الله. كيفاش؟ طيح هذه العدو كافر بالله. ويلي 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 ويلي، كيف ما كاين باس السي الحاج؟ شكون هذه؟ عائشة بنت عبد القادر. لقيتي شي مقصح؟ عائشة كنصبح ويلا عشت نمسي. ايوا ولا متي؟ اي لا مت نخلي الوصايا.
يا سيدي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش اخبارك الحاج؟ انا مع الوقت. ما خاصكش يا بيه. بارك الله فيك. دابحين دابحين. المهم الرئيس راه بغى يشوفك. الله يسمعنا خير. ما يكون غير الخير ان شاء الله. غادي تمشي تلقاه في المدرسه ومن بعد انا غنخلط عليكم. وانا غندي تقليه الضامن من بعد. الله يعاون. الله يسلم. صعب خويا وليدي. سيدنا اش غادي نقول لكم؟ الوحدانيه دارت فيا ما بغات. كي خصكم عاود تقلبوا لي على شي امراه تكون معقوله ودبروا راسكم. الا سافتيني قيل عليك بنات المرفعين ما غتجني منهم غير بلا. شوف لك شي بنيه على قد حالها زينة الحروف حادقة وقادة وتبرد الجوف. شت معنا نسي كي زرع بين يدك غير ما كانت تشوفش. هادي نيت الخدامة عندك واش قال فيها الله؟ 16 يوم كتكسب ما تعلم. سالفت المرود ولقيت مسقد والصدر ما طالع ما معود. والعيون غزلان الخدود حمر والشفايف تروي العطشان. بنت الباتول لا 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 لا, لا. وعليك بنت سي عبد القادر ما كاينش ما احسن منها في الدوار كله. بنت سي عبد القادر كاينه علي بوها في الحين. سلام. سلام. أنت يا أختي تزدت فيها نقدة غير سمعت حس الزواج ولو فيها عشرة. بغيت تبين حداك تا زعما إوا صافي حتى هذاك نسميه زواج. غادي تزول فشي بعاصي كبر من باها. تبخلوا عليك وعيشه في التقار هضره من جبتوها.
الحباب شادين فيه تقرقي بالناس. الناس ما عندهم شغل، هي قالت لي تلقاو في الدعايات، قال لك حقه الحاج غيطلب يدك من باك. بصح ايوا خليهم يقولوا اللي بغاو، اللي ما عنده سعد مسقد نهار وما طال هو كيقلب على عظم فاش يكدد. الناس كتعطي دمها في سبيل هاد البلاد باش يخرجوا العدو، هو جالس كيعلف ليا في ريكاردو وصحابو، ومن بعد توصلهم خبار. خبار؟ شنو خبار؟ الرئيس وزن كلام، ودابا كتعاير با وفوجي، يا دابا انا با بياع. الناس عندها الحديث غير على الحاجة، هو عند ريكاردو، ريكاردو عنده. ريكاردو عصبانة ولا؟ الناس، ودي ليا في الناس. انا با رجلو وعينو فين مشاو؟ باش هو كيدافع على بلادو. بعد خلي بالكبوت هادشي اللي كيتقال. صافي ولا اطلق مني ياك؟ لاباس برباب مكرا اللي كيدافع على باه توا بحالو. لا الرئيس لا، ود الحاج ما تيحملش فيهم الشعره، وزيد من هذا تيابية غادي ندخلوه معنا وغادي ينفعنا بزاف. ما تخش با عندي قفية هو. بالعكس خصك تعرف بأنه إلا مشينا حتى درناه معنا مزيان وقديناه وصوبنا له عقلو ولا يجيب لنا خبر. هذا كلام خدوج، عندي لك شي اخبار. الحاج طالب يد عيشه. كيفاش؟ السي المكي هو اللي جاب لي هاد الخبار. اش واتي فين غادي نلقى لبنتي شي راجل احسن من الحاج؟ بغيت فهاد لقاك يا حدي الدار الحرامي، شكون اللي غادي يقابل لك هذيك الرباعه ديال القرع؟ انا داكشي اللي تزوجتي بيا باش نبقى لك خدامه عليهم. غمهم تهنت في القبر وانا بغيتي تجعلني خدام عليهم. لهليحيك ولا يوصلك داك النهار. وحتى لين غادي تبقى معنا عايش؟ ضروري حتى هي غادي يجي واحد النهار فاش غادي تمشي حتى هي الدار. اسمع العنيبه الكازه يا نص بلاصه، الا كنتي راجل زوجها، حر بالزوجها وتشوف. اجي انت هنا، اجي الا باك متصرك وبارك عليا هنا دخل خرج. انا غادي نوريك هادوك الرجلي اللي غادي يخرجوك الشواري، انا غادي نحشهم ليك. علاش كنت تحت تحكمي فيا وتوريني ما ندير؟ ولتيني هز عليا القفه. با هو مول الكلمه والشوار، واللي ما عجبو الحال يشرب البحر. اي يا بنتي، اللي ما عجبو الحال الباب عرض من كتافه. قبل بنتي تزوجي الحاج شتي با هي اللي كاينه. صلى على النبي، مبروك عليك يا بنتي، الله يكمل كل شيء بخير. الباتول، باتول. نعم هانيجي. هانيجي الله يرضي عليك. ايش الباتول؟ راني نسيت ما قلت لكش باللي عايشه غتجي للدار. نبغيك الله يرضي عليك تطلعي فيها وتقابليها. يا الحاج واش تبغي تاخذ دري صغار من ولادك؟
عندك شي عقل ولا ما تكسبوش؟ دابا انت اللي بغا تردي لي عقلي يا عجبة. اسمعي البتول، سيري قابلي شغالك وخرجي هاد السوق. ياك اللي حليتي على فمك كتلقاها، دخلت عليك بالله قولي اش خصك. خاصني لوناسة. ياك؟ اه. وانا اللي شبابي كله فنيتو معاك؟ مازال ما هداك الله ترفق من حالي. من نهار حليت عيني وانا خدامة على قبلك وعلى قبل ولادك. كتمرمدني وكتشطب بيا الارض. ما عمرك بغيتي تسمع مني حتى كلمة. مازال ما هداكش الله. مازال ما هداكش الله توفى بكلامك. شنو باغا تقولي بهاد الهضرة؟ راك عارف علاش كنهضر. مالينا شنو ناقصني؟ مالينا ماشي مرا؟ سمعي 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 وحلي ودنيك الكلام اللي غادي نقول لك. من اليوم من اليوم ما تبقاي تجبدي عليا بحال هاد الهضره. كولي وشربي يا بنت الناس وصلي وحمدي الله والا صافي. سمعي سمعي يلا سيري درك لك راهي كماتك. سيدي الله يكمل كل شيء بخير. يا الله أمير. سيدنا والله يرحم من زار وخفر والله. عويشة سمعي يا بنت الناس، غير قوديني وكوني لوينا باش نشوف، وما يخصك معايا حتى شي خير.
وعلاش ما حليتي فمك؟ قربي قربي يا عويشه قربي. ليك باغي تحكي ليا هادشي ما تنسوا عندك؟ برك ما نكذبوا على بعضياتنا. ليك القلب اللي ولا لا؟ قلبي لا كان مسلم. الدار الواسعة دخلها من الباب ماشي من الشرجم. الاخوان شو هذا النضيبات؟ الله يخليكم الخليه ديالنا راه مازال ناقصها تنسيق مع الخلايا الاخرى. الاخبار راه اما كتوصل معطله او كتوصل محرفه. راه ما كاينش مجال للارتجال في هذا الباب، وهذا الشيء متوقف عليه مصير البلاد. متفاهمين؟ متفاهمين. Acusando al régimen franquista de ser una amenaza para la paz mundial. La ONU condena el franquismo a no ser admitido en los organismos internacionales por ser un régimen impuesto por la fuerza de las armas. Pruebas documentales incontrovertibles demuestran que Franco fue un participante culpable con Hitler y Mussolini en la conspiración para desencadenar la guerra mundial. Francisco Franco, comandante general de Canarias, vuela hasta Tetuán y se constituye en cabeza de la sublevación africana.
معاك راني كاتبه. وهذه 5 سنين ملي توفات الوالده وانت مقاولنا بالزواج، كل حصاد كتقولنا تا من بعد. انت شحفات لك النقشه ولا مالك؟ الجفاف داير في عباد الله ما بغاو، انتوما باغيين تزوجوا. الجفاف علينا حنا، انت ما قاصكش الجفاف، هذه الثالثة من مرة تبتك تزوج. تعال اسكت لعنات الله عليك. ربك راني راه عندهم 3 الاولاد ولا 4، علاش ما تزوجنيش برقية؟ رقية لا، كلشي لا رقية. بغيتي با فخرية موت ناس مع الباتول. يلا في راس نور نبدا نعلمك كي ولد فاطمة قول لهم يجيو. يلا نسولكم وتجاوبوني بلا ما تكذبوا علي. عائشة زهر لكم فيها حارة اتحط على الحديد يدوب. اخترتيها زينة الكافر. والزين الى زين الفعيلة السلمكي كما الزين انا كنشوفه. هضروا لي على فعيلة كذوب على الله حرام معقولة ودخل سوق راسة. ناحية المعقول معقولة أكثر من دوك اللي دازو عندك. قربوا لعندي قربوا، غادي نفتح عليكم واحد الري حتى نشوف فين غادي يخرجنا. عيشة عيشة شوف راه ما يبرد الشوف. ويلي تبي تشوفني شي واحد؟ عيشة دوزي عندي الليلة ولا ما دوزتيش راه اللي غادي نجي. عندك شي عقل ولا ما كتكسبوش؟ شنو كاين؟ واش كتقلب على شي مصيبه كحله؟ خلي عليك الوالد في التيقار. ماشي شغلك قليل الحياه. صوتيني ودخلي لسوق راسك ولا ما غيعجبك حال. عرفتي ما حشمتيش كلمه ولا جوج وغتقطع رزقك بيديك. ايه ايه واخا واخا.
ايش اخ وايش فيك صباح الخير. صباح الخير عايش. صبحت مقرد ما نعش مزيان. انت بنتي لي كله انت هكا تقلبي مات يا كلافه سعيد والفجر اللي تنسي عليه في قعده الصباح. انا ما نعسش البارح الليل كله بغطى الدار فيا ما بغى. بغطى المهم وجدي لي الحوايج غادي نغيب واحد ثلاث ايام ولا اربع. وانا ما غدينيش معاك. لا لا هذه ما يسلمكي ولد فاطمه تمشي معنا احنا ثلاثه د الرجال حشومه عايشه ثم انا ما غنتعطلش. وها محمد ولدي محمد معمرين عليك الدار. اتهلاو في عيشة اتهلاو في البقيرة تبسخت الوالدين ها ودوزوا بخير. السلام بخير. الحمد لله بارك الله فيك. يا محمد. الحمد لله. نعم لمين؟ عزيزي. كاين شي ذبيحة؟ بسم الله. إوا قالوا بلي كاين شي بقري متخن. طروس. أنا غنوجدو العوين. مدي جنوة. جنوة ماضيين. خصهم ما يقزاو. الرئيس مبديش نولي في الجامع. هي غدا ان شاء الله نصليو المغرب جنيه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قول لي على مين. نعم هذاك ولد الحاج. قول له غدا ان شاء الله الى هدا الله يجي يقدم. انا ضامن وغادي يعجبك. خاصنا معايا هي كنهضر معاك. شنو بغيتي اللي كنسمع طرقنا من شحال هادي. كون كنتي ناول معقول كون عرفتي شنو دير. واش انا الخاطري با ما بغاش انا كون عليا كره شحال هادي. صافي عفاك صافي خلي عليك في افتقار. ما انا مسهمك ما انا منتوبك. انا غير بنت الباتول. Thank you.
فاهمين؟ اللي طيحوا ان شاء الله في المصيبه غادي نكونوا روحنا المنى السلاح غادي نزيدوا في الجهاد ديالنا غنخرجوهم من البلاد ان شاء الله. اسمع الولاد ما تزربوش كونوا على بال حول القرطاس كل وحده بواحد كون هاني يا الريس راك محزن بالرجال عارف سيروا على بركه الله السلام عليكم السلام ورحمه الله عجيت اللي جات قرعته في التفاح التفاحة عالية في غصن رقيق مديتي اللي نجبدها ساعة جبدتها كل شوك وحريق شكرا محمد حاجيتك على لالتي هاتيها وكل شي فيها هي انت واش كاين شي غدا انتي مالك تغدا وقت ما بغيت ونفطر وقت ما بغيت ايه تما خطره كي بغيت جات معاك وليها واش اللي فمك في العسل معلوم عندك الحق ردنا عبيد مشرط لحناك ايوا كل واش كتب عليه الله شي خلقو بسعد مسقد وشي خلقو الجفاف وحمد الله عايشه بعرق كتافي وما كاينش اللي نعت فيا ماشي بحالك الحاج اللي كان همه وشان ربيتيه على طرف كل لسان واللي يحسب حنا مدار غفلون ما كاينش اللي نعت فيك انتي بنت الباتول لا اصل الله مفصل جيبي الفطور وخليني ساكته بنت الباتول انا غادي للسوق حاجة شي حاجة لا وليدي الله يرضي عليك ما خصني والو انا غادي غادي غنونس عايشة حتى هي باغا شي حاجة ولا هداك الله قول لهاديك الخلقة بركة من الزيت الريض واش نتوما غاسافر بوك وليتي دايرة ما بغيت ما تمشيش مع ربيبها فيها شي عيب ربيبها كلام الناس راه كيقطع ربيب بودنينا محمد شوف خالتي الباتو اللي وصل ودنه يعدها حينا لك الغضايا ديالك عايشة 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 هذا شوف الله مراه لا قدامه الله يحسن العون يا رب
Thank you.
España, no aguantaremos ninguna insubordinación de parte de esos perros. Quiero verles matados a todos, sin ninguna excepción, a hombres, mujeres, viejos. No lo repetiré más, ¿está claro? قولوا بسم الله. يا رب يا رب يا رب. أمدرا قلت شي حاجة؟
عيشة جات من على 14 تايم يا كيف عيشة جابتينا؟ أهلا مرحبا وألف مرحبا. إوا الهليج على حبابنا ينساونا. أها دابا وليت حبيبة بالحق، كلشي كيدوز في وجه با وخوتي. اسمعوا أنا باقي عندك، السر ما يبقى لا فيه. سلامت السي الحاج. الله يسلمك وين تجيك بتول. وحدك في الخيمه؟ فين محمد ومحمد؟ فينهم؟ مشاو الجنانات. مزيه توحشتك يا عيشه، توحشت الدار. عيشه دخلي لي البيت. بتول الوليد رجع من السفر ولا مازال؟ ايه غنتكل ده. رجع فرحان شويه ولا مقلق؟ ايوا اللي فيه شي طبيعه ما غاديش يبيعها. وانتي مالك وعندك تمشي تعاودي لي كل شيء وتخول مزيوده؟ راه ما قادين على شفتنا. انت خايف على راسك ولا على شي حد اخر؟ اخالتي الباتي والله يهديك شويه الخبز. زيد الخفية. Buenos días, señor Ricardo. Ni una palabra. Escúchame bien, Jomar. Quiero saber dónde estaba tu hijo mayor, Mohamed. He oído decir que él y Uled Abslem nos han tendido una emboscada. Los perros. Les enseñaré a todos quién es Ricardo. Señor Ricardo. محمد ولدي انا كنعرفو ما يقدرش يعمل هادشي. هو تربيت يدي يا سنيور، هو تربيت يدي ودري ويش ودخل سوق راسو. خو بويس كلارو لو ديفيندس بوركي اس تو هيخو نو. كواندو بينسو كي مي كونفيادو ان اون سييغو، مي كونفيادو ان اون انفاليدو كومو تو. ما بقيتش انا سينيور ريكاردو، وهاد اليومين اللي غبت عليك عملت عمليه جراحيه العين. ما تقلقش عليا يا سينيور، انا خدام معكم من قلبي ومن نيتي والله شاهد. عطيني مهله ديال
يومين او ثلاث ايام ونجيب لك اللي سرقوا السلاح مكتفين تال بين يديك يا سنيور. Tú eres un traidor, no solamente a tu patria, sino a mis ojos también. Fuera. No quiero verte más hasta que me devuelves las armas. Si no, te quitaré todo lo que te ha dado antes. ¿Entiendes? ¡Fuera! نوضي زدين شو تسمي دبنيتي نوضي نوضي لانك ترت الماء رقية انتي مالك كيفاش والو ورقي لا لا ما عجبانيش رقية ماشي طبيعتك هادي بنيتي تخبي عليا شي حاجة ياك تخبي على مهمتك انتي انتي امي اللي مخبي عليا بزاف الحوايج دير شي حوايج بنيتي شكون انا كيفاش كنتي كيف كتسمعي شكون انا شكون با باك مات الناس ديال الدوار كل ما عارفين هادشي وريني وريني واحد في الدوار كيعرف با بنيتي الله يهديك واش بغيتي تفقسيني شحال من مرة قلت لك راه باك مات الله يهديك بنيتي متبقاش ندير كلام الناس نوضي وسير جيبي لك السميد قول امين ها كنت هذا هو عمارة الدار ها وين خليته حاضي هذا هو الراجل اللي خصو يكون في موضعي ثلاث ايام هادي انت ما بديش في الدار فين كنتي كنت فين كان خصني يكون وفين خصني يكون كل واحد عنده غير على هاد البلاد اذا داكشي اللي سمعت عليك كاين كاين وكاع داكشي اللي سمعتي ليا كاين حتى داكشي اللي سمعت عليك تا هو كاين برا ولاو كيعيروني بيك انا قد بنفسي اما انت بسخوت الوالدين واش بغيتي ترسى في شبابك واش بغيتي نقلب عليك في وسط الموتى نقلب عليك في الحباسات ابا راه موت وحده اللي كاينه ماشي عشره واش غنخليو بورقع يصول وجهو كيف بغى لا انا كنت غلط فيك وليدي يا محمد انت باغي تحاكني مع ريكاردو حاجه واحده اللي خصني نعمل معاك غادي نشد عليك في الدار ونزوجك ابا الا بغيت نتزوج انا اللي غنختار واللي بغاها ليا خاطره هي اللي غندي وراه ما غناخذ غير رقية محمد رقية لا رقية لا رقية لا يا محمد رقية رقية لا Thank you.
هذا محمد ولا محمد؟ محمد الولد. ومحمد فينو؟ محمد مشى يشوف رقية عيانة شوية. قول لي ملي كنت غايب خليتوا بعضياتكم شوية؟ أنا عارفكم هار خوي هاد خليو محمد ودي لها تسلكي والفوق معروف سبحان الله الحاج زاد فيك ضلعال عفريت وليتي منور قول لي دابا ملي وليتي كتشوف كي جاتك واش كتقصد السيد الدنيا الحاج الله يهديك تمنيتك ديما ناقصه الدنيا زينه غير الله يقتل بصر مع العمر غير شي بعض المرات الانسان كيقول اخ من غوما فيه ياك لاباس قلت من الفوق صافيه ولقى مخلوط كانوا كيعودوا لي على المكر والخديعه اللي كنشوفوا باوينات يا لطيف يا لطيف قلبك عمر الحاج ياك ما حكالك شي حد الا حكى عليا شي حد جاجتي ما تنوض خبره خالتي واش في عوض التعاون انا تندي تعكسي بحال با علاش لي ما نجوش برقية علاش ورا بنتي هادي نعطيها لمن ما بغيت شغلي هذا واش حاط ديال الكلمه لشي واحد اليوم اتفقا لو تقول لي اللي قلتي لي كاينه شي حاجه علاش ما باغيش تجوجوني بقيه علاش علاش رديتي لي شبابي عرفتي اش غتعملي سيري الصندوق فتحيه وغتلقي واحد القله فيها امي هاد الشرفه شربيها لعل وعسى يرزقنا ربي بشي وليد يضمن لك حقك في البيت عيشة الأول محمد كنت نقدر نزوجك برقية ما غاديش نلقى أحسن منك في الدوار كله اسمع وليدي هاد الكلام اللي غادي نقول لك ودخلت عليك بالله لا تقولوا لحد لا تخرجوا لا للقريب ولا للبعيد رقية راه اختك رقية اختك يا محمد جو معك ولكن خسارة ما مكتبينش لك كتشوف وليت كنشوف يا بنتي
محمد 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 انت اللي غتسمح ليا سمح ليا بزاف كندير حتى نلقى الله باش من وجه غادي نقابلو شفت كلشي يا بنتي الى سامحك الله انا مسامحك الدنيا واخره شنو غنبقى مربين يدينا بلادي اصبح وافتح باكم ماتت عيشة ماتت يا محمد تقتل ميت بشيف جنست شو بغيتي عمل عيشة شريتها فلوسك لاش باش تقتلها اش دارت لك واش داروا كتا هادوك اللي صفيتها اليوم من قبل العبد ديال ذنب الله اللي تيخلص ماشي انت انت كتعرف الله انت تخون باك في شرف وما حشمتي ما رايتي كنت حساب لك ما شفت والو وشفت كل شيء فضل كون بقيت عمل وانا نشوف المسخ بعيني ورقيه شي حرام عليك كنت غتسبب في مصيبه ما يرضى بها لا ربي لا عبدو كنت غادي نعصى الله مع اختي الا كان الوالدين كيتبراو من ولادهم انا كنتبرى منك ما انت با ما انا ولدك محمد 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 محمد